مغامرون في حربهم ضد العراق. بات السوريون أيضاً هدفاً لواشنطن لمعارضتهم بشراسة للحرب ضد العراق، ما إن سقط النظام البعثي العراقي في بغداد، حتى قام وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بزيارة خاطفة إلى دمشق في 3 مايو عام 2003. سلم باول تحذيراً للرئيس السوري بشار الأسد قائلاً باختصار: أنت إلى الجانب الخاسر، يمكنك المشاركة بعملية السلام أو المضي على حدة والبقاء في الخلف. القطار غادر المحطة وعليك أن تختار وتحزم أمرك. هبت حينئذ عاصفة الرعب على سوريا التي تخشى أن تصبح الهدف التالي على لائحة المحافظين الأمريكيين الجدد. فرضت الإدارة الأمريكية على القيادة السورية إقفال جميع مكاتب المجموعات الفلسطينية المعادية لعملية السلام، خصوصا مكاتب حماس والجهاد الإسلامي، ثم قطع العلاقات مع حزب الله اللبناني ومنع تسلل المحاربين المناهضين للسياسة الأمريكية من الحدود السورية نحو الأراضي العراقية. تغاضت سوريا عن المطالب الأمريكية مراهنة على تورط الجيش الأمريكي في العراق. قام من جهته كولين باول بنقل الرسالة نفسها إلى السلطات اللبنانية. عام 2003 عندما سقطت بغداد في أيدي الأمريكيين، طلب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول المجيء إلى لبنان بعد شهر من سقوط العاصمة العراقية. دام اللقاء نصف ساعة فقط. كنت أنا ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري ووزير الخارجية اللبناني. قال لنا عام 2003: الآن وقد سقطت بغداد، جئت أبلغكم بما تريده الإدارة الأمريكية منكم. أولا، لم يعد هناك من شيء تسمونه المقاومة، إنهم مجموعة من الإرهابيين، ستضعون حدا لعلاقتكم بهم. ثانيا، على سوريا أن تخرج من لبنان. وثالثا، سيتم تحويل الشرق الأوسط إلى نظام ديمقراطي. جاء وأملى علينا شروطا كما لو كنا في عهد الانتداب. قال لي ليس لديه سوى نصف ساعة، لأنه سيتوجه بعدها إلى إسرائيل. في الإليزي قام الفرنسيون بحساباتهم حول حرب العراق. أيقن الشراك أن فرنسا لن تقف موقف التحدي في وجه الولايات المتحدة، رغم أن معارضتها للحرب قد أكسبتها رصيدا عالميا كبيرا. كان شيراك يدرك مدى النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، إنها منطقة تعمها الفوضى، والقراءة الجيوسياسية تؤكد حتمية سقوط بغداد في 22 نوفمبر 2003. وبعد التشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني جيرهارد شرودر، أوفد شيراك سريا إلى دمشق أحد مستشاريه المقربين موريس غوردو مونتان. كانت مهمته إقناع بشار الأسد بأن العالم يتغير وعليه التحرك بدوره بموازاة العالم. أراد جاك شيراك بعث رسائل للرئيس الأسد الشاب، فأوفد في 22 نوفمبر 2003 مستشاره الدبلوماسي موريس غوردو مونتان وأوكله بمهمة سرية. توجه غوردو إلى دمشق للقاء الأسد وأبلغه: كلفني الرئيس شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسليمك رسالة مفادها: إن قمت بأي حركة في سبيل التغيير سيأتي وزراؤنا وندعمك. رفض بشار الأسد العرض الفرنسي واعتبره مؤامرة أمريكية، فطلب من الموفد الفرنسي قائلا: ألم يرسلك الأمريكيون؟ هنا لم يفهم. برأيي لم يفهم الأسد العقل الفرنسي. كان يعرف جيدا الموقف الفرنسي إزاء السياسة الأمريكية المغامرة في العراق، ثم إنه سبق وأبدى تقديره لأداء دومينيك دوفيلبان في مجلس الأمن. لعل الأسد فوجئ بالموقف الفرنسي حيال سوريا، معتبرا إياه اصطفافا في خط الولايات المتحدة الأمريكية،
لعله فوجئ بفرنسا التي تفكر بسوريا في ظروف مختلفة تماما عما كانت عليه أيام الملف العراقي، علما أن بشار كان قد أبدى تقديره وإعجابه بهذا الموقف. بين قبضتي باريس ودمشق هناك رجل بات محط الأنظار، انصب عليه غضب الرئيس شيراك. إنه الرئيس اللبناني إيميل لحود، منذ توليه الرئاسة في لبنان عام 1998 لم يحصل أي تفاهم بين لحود وشيراك. استقلال الوطن اللبناني jusqu'à ce que je veux dire la francophonie. منذ ذلك الوقت ولحين انعقاد قمة الفرانكوفونية كانت العلاقات بيننا باردة، لم يكن هناك أي اتصال مع الرئيس شيراك، ولكن بعد إعادة تكليف الحريري برئاسة الحكومة وافق الرئيس شيراك على عقد قمة الفرانكوفونية في لبنان، فجاء إلى بيروت وقال إنه سيفتح صفحة جديدة. قال لي أقوم بالمستحيل لأساعد سوريا، لما لا نفتح خطا مباشرا كما كانت الحال في عهد الرؤساء الذين من قبلكم منذ عهد الاستقلال، فتتواصل بصورة مباشرة مع الرئاسة. فأجبت قائلا لو حصل وفتحت خطا مباشرا معكم سيكون علي أن أقوم بالمثل مع جميع الدول العربية، وأردفت قائلا ليس لدي شيء أخفيه، أستطيع أن أقول لك كل شيء على الهاتف، لذا لسنا ملزمين أن نقوم بذلك. قال حسنا هذا ما تريده أنت، على كل حال سنرى لاحقا ماذا سيحصل للبنان وسوريا. هكذا انتهى كل شيء، ومن ثم أعيدت تسمية رفيق الحريري، فوافق شيراك على استضافة الفرنكوفونية في بيروت، وحينها كان لطيفا جدا أثناء الأسبوع بكامله. فقلت في نفسي إن مزاجه يتبدل مع تبدل مزاج الرئيس الحريري، حين يكون الحريري على علاقة جيدة معي يكون شيراك كذلك، والعكس صحيح. أظن في البداية عندما تسلم الرئاسة بعد الرئيس الهراوي ظن الجميع أن الجنرال لحود سيحكم بالعدل، لم تكن الأمور على هذا النحو بتاتا، بل العكس تقرب أكثر فأكثر من سوريا، أقول بالأحرى إنه خضع أكثر فأكثر إلى سوريا، مما أثار قلق الرئيس شيراك. في مذكراته يروي شيراك أنه ندم لمساهمته في إيصال الرئيس إيميل لحود إلى الرئاسة حين طلب حافظ الأسد رأيه عام 1998، وحين شارفت ولاية الرئيس اللبناني على الانتهاء في خريف 2004 وظهر احتمال التمديد له، بات جاك شيراك في حالة من التوتر والقلق. لم ينكسر طوق الثقة كليا، أظن أن الأمور ستبدأ بالتحرك حين ستثار مسألة التجديد للرئيس لحود. المهم بالنسبة للفرنسيين هو احترام نصوص الدستور اللبناني. في دمشق لم تهتم القيادة السورية بمدى غضب الرئيس الفرنسي حيال الملف اللبناني، ولم تفهم لماذا يعلق الفرنسيون اهتماما خاصا على تمديد ولاية لحود. اعتبر الرئيس بشار الأسد أن السيناريو نفسه قد سبق وحصل منذ سنوات عدة في عهد الرئيس الياس الهراوي، لكنه صعب على سوريا فهم أننا نفكر بالواقع القانوني والدستوري للأمور ونعلق أهمية كبرى عليه، لأنه باختصار أراد القول أتدرون؟ لو كنت قد فهمت أن هذه المسألة مهمة جدا بالنسبة إليكم لعمدت إلى ترشيح رجل سياسي آخر مشابه لإيميل لحود، رجل يتم انتخابه بسهولة انتخاب إيميل لحود. في بداية 2004 بدأت أفكر مع رفيق الحريري بطريقة نطرح بها في مجلس الأمن إمكانية التصويت
لقرار يلزم سوريا بسحب قواتها من لبنان. نعم بالفعل، قال الرئيس شيراك ذلك في كتابه. لديه اتصالاته مع رفيق الحريري. كانت الفكرة إمكانية التصويت في مجلس الأمن لقرار يلزم بانسحاب القوات السورية من لبنان. أبلغت بهذا المشروع في أوائل العام 2004. حصلت اتصالات مع الأمريكيين، لكن ذلك سابق جدا لأوانه. لكن في الحقيقة بدأت الأمور من هنا. نعم. عندها قوبل تصميم الرئيس شيراك بدعم من صديقه رفيق الحريري الذي شجعه على التشدد. منذ الثمانينيات نمت صداقة عميقة بين الرجلين، ومن سنة إلى أخرى أصبح رفيق الحريري بمثابة أحد أفراد عائلة شيراك. تجمع هذين الرجلين عاطفة وصداقة عميقتان، فهما يلتقيان باستمرار، يتهاتفان بلا انقطاع، يلتقيان كلما مر الحريري بباريس. هي علاقة لا مثيل لها في محيط جاك شيراك، وقد أثرت هذه العلاقة على نظرة شيراك للأمور في لبنان. هذه الصداقة الفريدة بين رجلي سياسة رفيعي المستوى هي علاقة لا يفهمها السوريون، إنها بالنسبة إليهم بمثابة لغز. حصلت القطيعة بين جاك شيراك والنظام السوري في باريس في 7 نيسان/أبريل عام 2004. يومها استقبل الرئيس الفرنسي في الإليزي نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام. حضر اللقاء ميشيل بارنييه الذي حل مكان دومينيك دوفيلبان وزير الخارجية الأسبق، وكان هذا آخر اجتماع لشخصية سورية مع شيراك. الرئيس يعرف جيدا من هم السوريون، هو دائما صريح، طلب من السوريين حسب ما أذكر أن يتحركوا، طلب منهم أن يبادلوه الثقة التي وضعها في بشار الأسد بفعل إيجابي يترجم بكف يد سوريا عن لبنان واحترام الدستور اللبناني ومنح لبنان استقلاله. قال هذه الكلمات بوضوح، مضيفا أن لصبره حدودا. في ربيع عام 2004 واجه الأمريكيون مقاومة غير متوقعة في العراق. غرق العراق في العمق، استهدف الجيش الأمريكي وتكبد خسائر كبيرة، ثم أثارت فضيحة أبو غريب حول تعذيب عناصر الجيش الأمريكي للسجناء العراقيين استنكارا عالميا. ومع مرور الأيام باتت تهدئة الوضع في العراق أمرا صعب المنال حسب تقديرات واشنطن. بالرغم من موقف فرنسا المعارض للحرب، فكر الأمريكيون أن الوقت قد حان للتقرب من باريس. واجه الأمريكيون مصاعب جمة على أرض العراق. يكفي أن نستذكر معركة الفلوجة على سبيل المثال. عين جون نيغروبونتي سفيرا في العراق، والقرارات التي تبنتها الأمم المتحدة وهي قرارات غير كافية كما سبق وقلت، سيحل مكانها قرار يضع رزنامة لإعادة سيادة العراق. ينص القرار على إرساء تعاون عسكري ثنائي بين القوات الأمريكية والقوات العراقية على الأرض، مما يؤدي إلى تقاسم المسؤوليات. لقد عملت جاهدا مع نيغروبونتي على هذا النص بالتنسيق مع وزير الخارجية العراقي الذي جاء إلى نيويورك. حدث كل ذلك في شهر حزيران يونيو. برأيي مع بروز هذه الأرضية المناسبة والمؤاتية حصل التقارب، ومن ثم تلتها المصالحة الفرنسية الأمريكية. على أطراف الأطلسية الجميع مستعد لفتح صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية الأمريكية، ولكن كيف؟ حول أي ملف؟ ومتى؟ قرر جاك شيراك القيام بالخطوة الأولى نحو الأمريكيين. Tout simplement parce qu'il y a une convergence de plusieurs causes.
قال شيراك في نفسه: يريد الأمريكيون إرساء الديمقراطية كما يزعمون في الشرق الأوسط. يعمل السوري